الحمد لله على المكسب والثلاثة بونت ثلاث ماتش في دوري السوبر. المهم ان انا نكسب الماتشات اللي على ارضنا. الماتش مشي كنا وحشين جدا الكوارتر الاولاني والثاني دفاعيا. البنات ما كانتش مركزه نازلين كيرلس جدا ما بندافعش ما بنمنعش الباسكت. جه فينا 39 بونت في 20 دقيقه ده حاجه كبيره جدا ومش متعودين عليها. ده اول ماتش في دوري السوبر ان احنا نطلع متاخرين زي ما قلت او مغلوبين في الهاف تايم 5 بونت. الجري كان وحش بالتالي طالما ما ندافعش يبقى الجري كان وحش. الريباوند كان وحش جدا برضو كانت هم كانوا ليد علينا في الريباوند فبالتالي خلص 5 بونت. الكوارتر الثالث ضغطنا من اول الملعب لعبنا فول كورت بريس من اول الملعب كان مؤثر جدا جرينا منه في الفاست بريك وصلنا لمعدلاتنا مش عايز اقول الطبيعيه العاديه. بنجري في الفاست بريك كويس بندافع كويس فبالتالي هم عملنا عليهم ثلاث اربع هجمات 24 ثانيه فشاط الكره في الاخر فجبنا الريباوند. جرينا في الفاست بريك كويس وخدنا اوبن شوت كمان من الجري فتوفقنا في الثري بوينت فالسكور فتح قوي في الكوتر الثالث. هو ده اللي خلانا الديفنس هو اللي رجعنا للجيم وخلانا ليد مع ان البنات هي البنات اللي لعبت الكوارتر الاول والثاني هم اللي لعبوا الثالث والرابع. هي المنافسه زي ما قلت قبل كده منافسه كبيره المنافسه مش مع فرقه واحده لا احنا عندنا دلوقتي سبع فرق الثمانيه في دور السوبر الثمانيه ما تعرفش مين يكسب بدليل ان النتائج قريبه جدا وفي مش عايز اقول مفاجآت لكن لا في جيمات ممكن ما كنتش اتوقع ان هي تحصل السنه دي فالمنافسه السنه دي قويه واحنا واخدين المباريات مباراه خلصنا النهارده من الجزيره الحمد لله عندنا الصيد في الصيد فبنتحضر بقى للصيد احنا ماشيين ماتش ماتش لحد دورات مجمعه ان شاء الله.